السيده، بارك الله في حضراتكم جميعا، ورحم الله نائبنا الكريم الذي لا تحصى خدماته ولا تعد كراماته. رحم الله السيد النائب الحاج مصطفى لطفي عبد الله رحمة واسعة. أيها السادة والجمع الحضور، شكر الله لكم جميعا، والآن نعيش مع آيات الله البينات وفضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You're
إن تجتنبوا
Yeah.
وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين من آيات سورة النساء المدنية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ
ممدوح جوده سعد ابن قرية الرية رزنا مركز الزقازيق والسفير الدائم الى المحافل القرآنية الدولية. نشكر الى حضراتكم جميعا باسم الاسرة الكريمة اسرة السيد النائب الراحل مصطفى بيك لطفي عبد الله. الشكر الى كل من حضر السادة النواب والمستشارين والعمد وكل من شرف من اهل الواجب. ايها السادة شكر الله لكم جميعا. السادة الكرام شكر الله لحضراتكم جميعا كل من شرفنا وكل من سافر إلينا من كل حدب وصوب. شاكرين أيضا إلى أصحاب الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة اللؤلؤية حاج سامي محروس بالزقازيق إدارة الحاج سعيد سامي والمهندس محمد سامي. الهندسة الإذاعية محمد سيد عبد الوهاب بيشة قايد مركز الزقازيق. مقدم الضيافة الكابتن عطية الدولي بأبو حماد مخرجنا وعمدة مصور الحفلات القرآنية ناصر صلاح. الهندسة الكهربائية الحاج محمود علي شارع فاروق بالزقازيق.